سبب وتفاصيل وفاة وزير النقل الجزائري السابق بوجمعة طلعي عن عمر يناهز 70 عاما. قبل ما نبدأ بالفيديو ياريت تدعمنا باللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. أعلنت مصادر إعلامية قبل قليل وفاة بوجمعة طلعي وزير النقل الجزائري، وعانى بوجمعة خلال الفترة الأخيرة من حياته مرض خبيث وتوفي في منزله بعد خروجه من السجن قبل شهرين من الآن، وسيتم دفن جثمانه غدا الأحد في مقبرة عنابة. وتوفي وزير النقل السابق بمستشفى مصطفى باشا، وطلعي حكم عليه ب3 سنوات منها 6 أشهر موقوفة النفاذ، وغادر المؤسسة العقابية في 1 جيوان بعد استنفاذ العقوبة. بوجمعة طلعي سياسي جزائري من مواليد 17 مايو 1952 ويحمل الجنسية الجزائرية ويقيم فيها، وهو وزير النقل والأشغال العمومية السابق بالجزائر خلال الفترة من 14 مايو 2015 إلى 25 مايو 2017.